مساء الخير على كل مشاهدي ومشاهدين مهارات عظيمة في كل مكان، تحية لحضراتكم وبشكر كل متابعيني من خلال شاشة قناة الأهلي وفي كل مكان. طبعا النهاردة حلقة بناء على طلب أصدقائنا، اختاروا بقى النوع اللي يريحكم. حاولت أجمع فيها أكبر كم من السلطات المحببة علشان الصيف دايما بيحب شوية حاجات خفيفة كده ولطيفة. النهاردة نعمل حلقة سلطات مميزة أتمنى تنول إعجاب حضراتكم. هنبدأ بأول سلطة من السلطات، هنعمل سلطة النيسواز الفرنسي. أحيانا لما بيعملوها على الطريقة المغربي أو على الطريقة التونسي بيضيفوا لها شوية إضافات مختلفة عن اللي احنا حاطينها، وفي ناس بتحب تحط لها بنجر، وفي يعني طبعا السلطة دي ترجع لحضراتكم، بس احنا حبينا نعملها بالطريقة الفرنسية. هنقول المقادير بتاعتنا: عندنا بطاطس مسلوقة متقطعة أربع تربع، عندنا فاصوليا خضراء مسلوقة، عندنا جزر مبشور، وعندنا بيض مسلوق، تونة متصفية، وعندي كمان زيتون أسود مخلي، فلفل أخضر رومي شرايح، وعندي كمان طماطم متقطعة شرايح رفيعة، عندي خس متقطع شرايح، وعندي الدريسنج بتاعها عصير ليمون ومستردة وزيت زيتون وخل وطبعا ملح وفلفل. طيب احنا هنبدا اول حاجه بسم الله. تكوين السلطه في حد ذاتها حاجه جميله جدا. طبعا احنا بنتكلم بقى على انه النيسواز دي من السلطات الفرنسيه، كانت فرنسيه الاصل، وهي طبعا متعتبر يعني وصفه متكامله لان فيها بيض وفيها تونه وفيها عناصر غذائيه كتير جدا. هنبدا بقى كده نحاول نجمع الطبق الحلو بتاعنا ده لحد ما نيجي نعمل الدريسنج. فهي تعد برضو من السلطات الجميله الايه المغذيه، وكانت بتتقدم كتير في يعني مطاعم كتير وفي فنادق كتير كمان. هي وصلت لنا عن طريق طبعا التجاره، طرق التجاره، ومكوناتها بقى هنحكي عنها. فيها طبعا اكيد كالسيوم، فيها فسفور. خلينا بس ايه كده ثانيه واحده، هنبدا نعمل كده ايه شرايح من الخس، فيها مجموعه فيتامين بي حلوه برضو. الحقيقه الخس ده بقى كمان جميل في الصيف لما بيبقى ساقع، بيساعد كمان على خساره الوزن. حط كده بس شوية من الخس. جميل الخس ده قوي، اللي عايز يستخدم الخس البلدي مفيش مشكلة، بس طبعا الخس الكابوتشي بيبقى دايما في نسبة مية حلوة جميلة محبب أكتر يعني. طبعا شرايح البطاطس المسلوقه دي فيها برضو حديد وكالسيوم وفسفور، فيها زنك بيحفز الكولاجين العظام، وفيها حمض الفوليك طبعا، فيها الياف كمان. بصوا بقى الجمال، طبق السلطه الحلو ده اللي هو فيه خس الجميل ده. تعالوا بقى هنبدأ ناخد كده من الفاصوليا الخضراء، والله طبق جميل ومن أنواع السلطة الحلوة. الفاصوليا الخضراء فيها بقى فيتامين سي، وحدات كده من البطاطس. عايزين طبعا تعملوها اصغر من كده مفيش مشكله، بس بما انه طبق كبير يعني اكتر من حد هياكل فيه.
هناخد بقى الجزر، الجزر برضو بيقوي المناعة وبيساعد على صحة العيون وبيحمي من الكانسر، مفيد جدا لصحة العين، مهم يعني الجزر وجوده الحقيقة مهم برضو مش بس في الأكل، في السلطات كمان فريش زي ما بنعمله في العصاير، كمان ممكن مع عصير البرتقال زي ما عملنا قبل كده، في حاجات كده بتبقى مهمة. هناخد بقى شوية من الفلفل الأخضر الرومي، طبعا اتفقنا فلفل الرومي ده كمان مفيد جدا، أنواع الفلفل عموما كلها بتساعد يعني مهم للعظم ومهم للأسنان وبيساعد في تنشيط الغدة الدرقية بشكل كويس وبيساعد على نمو الأجنة كويس جدا. بصوا دي طماطم مخلية من البزر، بس أنا طبعا هطعم بنوعين طماطم اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها كده، وهدعم كمان بطماطم شيري لو هي متواجدة، شوية من الزيتون مش عايز يعني يكتر ما يكترش كده، واسمحوا لنا بقى نعمل الايه اخر حاجه التونه كده. التونه دي رائعه الحقيقه للنقرس، بتحافظ على صحه العين وبتقوي المناعه، بس طبعا كترها غلط عشان بيبقى فيها نسبه من الزئبق. بصوا كده طبعا اوميجا 3 برضو حاجات مهمة لينا. طبعا بيليق معاه قوي بقى التونة دي، بيليق معاها قوي البيض المسلوق، يعني دايما احنا حتى لو ايه في مثلا لما نيجي نعمل تونة نعمل جنبها البيض المسلوق، ده بيبقى جميل جدا، حتى طعمهم مع بعض بيبقى حلو مناسب. تعالوا بقى كده ناخد هنا، بسم الله كده، عايزة أقول لكم البيض المسلوق ده بيعزز نمو خلايا المخ وبيساعد الأطفال دول على إنه بيقوي أسنانهم وعظمهم وبيديهم إحساس كبير بالشبع، يبقى مناسب وحلو جدا ليهم الحقيقة. بصوا كده كده، خلينا بقى نعمل دريسنج. انا ممكن بس اخد من الشيري توميتو دول وحدتين كده، بسم الله، على الوش كده تدي شكل حلو، طبق سلطه يفتح النفس. من السلطات العبقرية يعني كده، ونبدأ بقى نعمل دريسنج مع بعض. بسم الله، عندي عصير ليمون، اخد الأول رشة ملح وفلفل، مش كتير عشان التونة فيها برضو نسبة ملوحة، شعرة فلفل كده بسيطة، حط عصير الليمون، بسم الله، عندي نقطة خل، وعندي المستردة، دي بقى وجبة رائعة متكاملة مش محتاجة أي حاجة جنبها الحقيقة، فيها كل حاجة، حديد ومعادن وبروتين كل حاجة. تعالوا بقى نحط زيت الزيتون، بسم الله الرحمن الرحيم، تمام،
نبدا بقى ناخد كده من الدريسنج. بصوا على الطبق بتاعنا الحلو ده، عشان البطاطس المسلوقة تاخد من التتبيلة الحلوة دي. قطعيها بقى تاخد من بعض، شايفين جميل ازاي؟ وطبعا صحة وهنا على قلب حضراتكم. طبق مشبع جدا جميل، اتمنى يا رب انه ينول اعجاب حضراتكم. بسم الله. ودي سلطة النيسواز الفرنسية اللي احنا عملناها دلوقتي مع بعض. طيب يلا بينا نعمل في سلطه كمان من السلطات الحلوه قوي، خلينا نبدا بقى ايه نتكلم عنها برضو. تعالوا نعمل الايه الحمص بالبنجر. البنجر احنا اتفقنا فوائده كتير، وطبعا لفقر الدم والمفاصل والكبد، وبيقوي الشعر وبيمنع الاكسده وبيحمي الجنين من التشوهات وبيعالج الامساك وساعد في حرق الدهون ومفيد جدا لصحه القلب. شايفين السلطه جميله ازاي تتكلم عن نفسها؟ دي سلطة النيسواز الفرنسية بالطريقة اللي حضراتكم شايفينها دي.